أهلا بكم إلى الصباحية من تلفزيون المستقبل وفيها. Ambassadors and the special coordinator expressed their deepening concern over the 27-month vacancy in the presidency of Lebanon. الدول الكبرى تدعم لبنان واستقراره وتطالب برئيس للجمهورية. الحريري السعودية حامية الاعتدال وإيران حاضنة الإرهاب. النظام السوري يواصل خرق الهدنة الهشة ويسمح بإدخال 20 شاحنة مساعدات إلى حلب. صباح الخير. استنفار دولي شهدته بيروت أمس خصوصا لجهة تأكيد المجتمع الدولي دعمه للحكومة من جهة وحرصه على تبديد المخاوف اللبنانية من توطين اللاجئين السوريين في لبنان من جهة أخرى. فمن السراي أعرب سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ عن دعمهم القوي لاستمرار الاستقرار في لبنان ودعوا جميع الأطراف اللبنانيين إلى العمل بمسؤولية لتمكين المؤسسات الحكومية من العمل بفاعلية كما عبروا عن قلقهم العميق حول الشغور في رئاسة الجمهورية متطلعين إلى إجراء الانتخابات النيابية في السنة المقبلة ضمن الجدول الزمني المحدد. فيما غابت جلسة مجلس الوزراء هذا الخميس عن السراي الحكومي في ظل تعطيل بعض القوى السياسية لعمل الحكومة، شهد السراي سلسلة لقاءات للبحث في هذا الشأن، حيث التقى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وزير التربية الياس بوصعب وبحث معه الأوضاع على الساحة الداخلية، كما التقى وزير السياحة ميشيل فرعون وتناول البحث الأوضاع الراهنة. وفي هذا الإطار اجتمع الرئيس سلام مع سفراء دول فرنسا والصين وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة والمنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، وقد دعوا كل الأطراف اللبنانية إلى العمل بمسؤولية خدمة للمصلحة الوطنية لتمكين المؤسسات الحكومية من العمل بفاعلية ولضمان أن يتم اتخاذ القرارات الرئيسية في وقت تواجه لبنان تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية وإنسانية متنامية. يعبر السفراء عن قلقهم العميق حول الشغور في رئاسة الجمهورية المستمر منذ 27 شهرا والذي ما زال يعيق مجلس الوزراء ويجعل مجلس النواب عاجزا عن إقرار تشريعات حاسمة، ودعوا كافة القيادات اللبنانية إلى وضع خلافاتهم جانبا لمصلحة لبنان وشعبه والعمل بروح قيادية ومرونة لعقد جلسة لمجلس النواب بشكل عاجل والشروع في انتخاب رئيس للجمهورية. وشدد السفراء على الدعوات التي سبق أن وجهها مجلس الأمن إلى جميع الأطراف اللبنانية بأن تجدد الالتزام بسياسة النأي بالنفس آملين انعقاد انتخابات عام 2017 ضمن الجدول الزمني المحدد مما سيعزز استقرار لبنان ويعزز ديمقراطيته، ورحبوا بنية الحكومة أخذ الخطوات اللازمة لتأكيد انعقاد الانتخابات ضمن الوقت المحدد. وتطلع السفراء والمنسقة الخاصة إلى اجتماع القمة المرتقب حول الهجرة واللاجئين خلال الجمعية العامة في نيويورك، واعترافا بالدور الفريد للبنان في استضافة اللاجئين شجعوا الحكومة اللبنانية على إظهار القيادة العالمية والتقدم باقتراحات بناءة في هذا المجال. الأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة بحثها الرئيس سلام مع سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن، كما استقبل سفير الصين وانغ كيجيان وسفيرة تشيلي في لبنان مارتا شلهوب في زيارتين بروتوكوليتين لمناسبة تسلمهما مهامهما الدبلوماسية في لبنان. قالت مصادر دبلوماسية أن لبنان سينال في قمتي نيويورك التي يشارك فيها لبنان دعما ماديا ومعنويا مهما. وبما يتعلق باللاجئين السوريين أشارت إلى أنه سيكون هناك إعادة للتوطين هؤلاء في بلد ثالث غير لبنان وغير سوريا إذا لم تنتهي الحرب في سوريا، مما يعني أن عدد اللاجئين سيكون إلى تناقص في الدول المضيفة لهم. المدير السياسي في مكتب رئيس الدورة 70 للجمعية العمومية للأمم المتحدة تحدث للنهار عن تعهد متوقع في الاجتماع الذي تنظمه الأمم المتحدة في 19 أيلول بإعادة توزيع 1,200,000 لاجئ. وقال ردا على سؤال لبنان أدى دوره ولا بد من تشجيع سواه على أن يحذو حذوه.
أعرب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن ترقبه لما ستحمله رياح الحلول الإقليمية على الساحة اللبنانية، مشددا حسب ما نقل زواره لصحيفة المستقبل على كون الأيام المقبلة مفصلية، ومن الممكن أن تضع لبنان على سكة قطار الحل الذي انطلق في المنطقة. وعن تأزم المشهد السياسي الداخلي، نبه بري من مغبة سياسة المزايدات التي ينتهجها التيار الوطني الحر، متسائلا إلى أين يريدون إيصال البلد. أما عن ملف قيادة الجيش فاكتفى بالقول جازما الفراغ ممكن احتماله في كل المؤسسات إلا في المؤسسة العسكرية، وقرار تأجيل تسريح العماد جان قهوجي حاصل حتما وغير قابل للنقاش. أشار الرئيس سعد الحريري في سلسلة تغريدات عبر تويتر إلى أن الكشف عن مخطط لاغتيال وليد جنبلاط إنجاز أمني وقضائي، وسلامة جنبلاط من سلامة لبنان، وكان القضاء وضع يده على مخطط لاغتيال جنبلاط. عقب شهر ونصف من توقيفه والتحقيق معه، صدر القرار الاتهامي بحق يوسف منير فخر الملقب بالكاوبوي، وهو المسؤول العسكري للحزب التقدمي الاشتراكي في منطقة رأس بيروت خلال فترة الحرب الأهلية، إضافة إلى السوري مهند موسى، والاثنين كانا يخططان لاغتيال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط. وكشف القرار الاتهامي الذي أصدره قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدة عن علاقة النظام السوري بمخطط اغتيال جنبلاط وبعض المقربين منه قبل شهر تشرين الثاني المقبل بعدما تخلى عنه الروس كما قال فخر. وفي الاعترافات أقر فخر صراحة بأن وليد جنبلاط لن يبقى على قيد الحياة، وسيتم اغتياله قبل شهر تشرين الثاني من العام 2016 ويمكن قبل هذا التاريخ، معلقا بالقول بدكن تروحوا روحوا. وتمت مواجهته بالرسائل الإلكترونية مع مهند موسى وقوله بإحداها أنه يوما ما سيأخذ بالثأر للذين كانوا السبب بخروجه من لبنان وبقائه 30 عاما في الخارج. وسئل ما يقصد بذلك فأجاب: إن هذه الرسالة صحيحة وقصدت فيها وليد جنبلاط والأشخاص التابعين له، ومن بينهم نشأة أبو كروم. فخر أو الكاوبوي الذي بدأ يتردد إلى لبنان خلال الأعوام 2012 و2013 والمرة الأخيرة كان بتاريخ 18/7/2016، لبناني ويحمل الجنسية الأمريكية. اتهمه أبو غيدة أيضا بالاشتراك مع المعارض السوري هيثم القدماني المقيم في أمريكا بمحاولة تشكيل مجموعات مسلحة في لبنان منذ العام 2012 بهدف السيطرة على مناطق لبنانية وطرق دولية لحماية ظهر الثوار في سوريا وتسهيل تنقلاتهم عبر القرى الحدودية القريبة من جبل الشيخ لملاقاة مرحلة سقوط نظام بشار الأسد، إلا أن سيطرت حزب الله على الحدود اللبنانية السورية حال دون ذلك. كما اتهم فخر ومندي الصفدي سوري الجنسية والذي يعمل مستشارا لدى رئيس وزراء إسرائيل ومسؤول عن الملف السوري بمحاولة دعم المعارضة السورية بالمال والعتاد. وفي النص الكامل للقرار الاتهامي تمت الإشارة إلى علاقة فخر مع العديد من الأشخاص والذين تم الادعاء عليهم أيضا غيابيا، وهم ناجي نجيب نجار وحمود خالد وحمود خالد عوض ومحمد علي موسى وكل من يظهره التحقيق. وأظهرت التحقيقات أن فخر وحمود قد أقدما على التعامل مع العدو الإسرائيلي وعملائه وسعوا لتجنيد أشخاص لصالحه، كما أقدم فخر بالاشتراك مع باقي المدعى عليهم على تشكيل مجموعة للقيام بأعمال إرهابية بهدف اغتيال شخصيات سياسية لبنانية والتخطيط لتمويل المجموعات المسلحة ماديا. وصف الرئيس سعد الحريري الحرب السياسية والإعلامية الإيرانية ضد السعودية بأنها حلقة في مسلسل خطير لا وظيفة له سوى تأجيج الفتنة وتهديد الاستقرار في المنطقة. وصف الرئيس سعد الحريري الحرب السياسية والإعلامية الإيرانية ضد السعودية بأنها حلقة في مسلسل خطير لا وظيفة له سوى تأجيج الفتنة وتهديد الاستقرار في المنطقة. وقال في سلسلة تغريدات له عبر تويتر بعد الكلام اللامسؤول الذي طلعنا به المرشد علي خامنئي عشية عيد الأضحى: يخرج علينا وزير خارجيته بمطالعة مشحونة بكل معاني الكراهية للسعودية. الحريري أضاف: ظريف يستخدم منبرا إعلاميا أمريكيا
لتحريض الإدارة الأمريكية والشعب الأمريكي ضد السعودية. لقد باتت منابر الشيطان الأكبر بنظر القيادة الإيرانية صالحة للاستخدام في تقديم وجهات النظر الشيطانية. ورأى الرئيس الحريري أن إيران دولة تتولى أوسع عملية تخريب للمجتمعات العربية من لبنان إلى سوريا والعراق واليمن وكل مكان تتسلل إليه أجهزة الحرس الثوري، كما أنها شريك مباشر في احتضان الإرهاب وانتشاره في العالم الإسلامي، والحقائق على ذلك أكثر من تحصى من أفغانستان إلى الباكستان إلى العراق وسوريا. وختم الرئيس الحريري مؤكدا أن من يتحمل مسؤولية تشريد الشعب السوري وتقسيم العراق وضرب وحدة اليمن وتهريب المتهمين بقتل رفيق الحريري لا يمتلك أي حقوق بتوجيه سهام التجني ضد السعودية وتاريخها الناصع بحماية الاعتدال. بعد الفاصل تتابعون. حرب يهاجم المتلاطين وراء شعار الميثاقية للاستثار بالسلطة. أهلا بكم من جديد. هاجم وزير الاتصالات بطرس حرب محاولات التلاطي وراء شعار الدفاع عن حقوق المسيحيين والميثاقية لتغطية محاولات الاستئثار بالسلطة. مؤتمر صحفي عقد حول الاتصالات وأسعار الإنترنت لم يخلو من الرسائل السياسية النارية الموجهة للمعطلين للحياة السياسية وأولهم التيار الوطني الحر من دون تسميته. فسلاح الغوغائية والشعبوية والإثارة الطائفية التي يستخدمها فريق لبناني تحقيقا لأهداف شخصية لا علاقة لها بمصالح اللبنانيين أو المسيحيين، كما قال الوزير بطرس حرب، يعرض الوطن الذي يقوم على الحياة والمبادئ والثقافة المشتركة إلى خطر الاضمحلال ويعرض الدولة إلى السقوط. أضاف إن من يضرب حقوق المسيحيين في لبنان هو من يعطل انتخاب الرئيس المسيحي، مؤكدا الاستمرار في تحمل مسؤولياته والبقاء في الحكومة وفقا لشروط محددة وواضحة لا مساومة عليها. إنه من المؤسف أن يتحول تعطيل الدستور ومنع انتخاب رئيس للبلاد وشل المؤسسات إلى سلاح سياسي يستغله فريق لابتزاز اللبنانيين وإرغامهم على الرضوخ لمخططاته وإملاءاته الرامية إلى فرض شخصية سياسية محددة رئيسا للبلاد ولتغطية محاولة استئثارهم بالسلطة من أعلى الهرم إلى آخر وظيفة. رفع هذا الفريق شعار الدفاع عن حقوق المسيحيين والميثاقية لإيهام الناس أن الصراع على المراكز قائم بين المسلمين والمسيحيين في الوقت الذي ينحصر التنافس بين المسيحيين على المراكز المسيحية في السلطة والإدارة. حرب أعلن عن إجراءات لتخفيض أسعار خدمة الإنترنت على الشبكة الخلوية مع تحفيز شركتي ألفا وتاتش للانتهاء من تركيب محطات الـ4G Advanced قبل نهاية هذا العام. وستعمل الوزارة إلى تخفيض الأسعار تدريجياً بقرار من وزير الاتصالات حيث تسمح القوانين، كما سترفع إلى مجلس الوزراء مشاريع تخفيض كلفة الخدمات التي تستدعي قرارات من مجلس الوزراء، آملا أن يكون قد توقف الدلع السياسي والابتزاز وأن يكون مجلس الوزراء عاد للانعقاد حسب الأصول. وبالنسبة لمشكلة الانترنت الثابت، أشار حرب إلى أن العمل جار على نقل لبنان من عصر الشبكات النحاسية إلى عصر الألياف الضوئية فايبر أوبتيك ذات الجودة العالية والسريعة، والتي ستصبح جاهزة لتصل إلى كل بيت في لبنان في نهاية العام 2017 بدلا من نهاية العام 2020. دعا الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري للإسراع في التحقيقات بقضية موقفي سعد نايل كي يأخذ القضاء مجراه. قضية التوقيفات التي طالت عددا من أبناء بلدة سعد نايل عشية عيد الأضحى على خلفية التحقيقات في تفجير كسارة والخطوات الإجرائية الواجب القيام بها لمتابعة القضية، عرضها الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري مع وفد من البلدة ضم رئيس البلدية خليل الشحيمي وإمام البلدة الشيخ عاصم الجراح. الحريري أعلن بعد اللقاء عن تكليف عضو المكتب السياسي المحامي محمد المراد متابعة القضية مع أهالي سعد نايل وكل البقاع الأوسط للوصول إلى النتيجة المرجوة وتبيان الحقائق، ناقلا لهم تحيات الرئيس سعد الحريري الذي يؤكد على أهمية الاحتكام إلى القضاء لتبيان الحقيقة وعدم المسي بكرامة سعد نايل. القضاء هو الفيصل في هذا الموضوع ونحن بنحتكم له،
ومن خلاله نقدر نوصل للنتيجة اللي بدنا هي. للإسراع اليوم في إنهاء التحقيق عند الأجهزة الأمنية وتحويل الملف إلى القضاء حتى ياخذ القضاء مجراه، هون كمان بنطالب أهلنا بسعد نايل بالتحلي بكل يعني الحكمة والتحلي بكل رباطة الجأش، إنه ما نوصل الأمور لأي فلتان معين. سعد نايل هي منطقة حساسة، سعد نايل عليها العين منذ العام 2005 وقطعت قطوعات كتير قبل هاي، وما قدرت وما قدروا اللي بدهم يعملوا الفتنة انه يوصلوا للمراد اللي بدهم اياه. سعد نايل طبعا معروفة بوطنيتها وتاريخها، ونحن مع ووراء الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية جميعا، ونطلب من القضاء اللبناني أن يكون شفافا بالتحقيقات مع الشباب، قد يكون أحدهم مورط قد يكون لا، أن يكون شفاف بالتحقيق. أننا كأهل في سعد نايل جزء من هذا الوطن، ليست مربعا أمنيا سعد نايل. سعد نايل حافظت على هذا الخط الاستراتيجي طيلة أيام الحرب الأهلية والفتن والمحن، وما تأذى أحد. جئنا إلى هذا البيت الكريم لنضع هذه المسألة في الإطار القانوني الأكاديمي البحت، وإخراجها من التجاذبات السياسية كي لا يذهب أبناؤنا فرق عملة فيما يحصل في ظل الفراغ الرئاسي وفي ظل ما يحصل في هذا البلد. وأكد الوفد أن أبناء سعد نايل يرفضون الفتنة بكل أشكالها، وهم مع الوحدة الوطنية والعيش المشترك تحت سقف الدولة والعدالة. نعى تيار المستقبل ريم صلاح كبار منسقة قطاعي الكشاف والاغتراب في منطقة البقاع الشمالي والتي رحلت بين يدي خطيبها إثر حادث سير مروع. تقرير ربيع شنطف. هكذا كان وداع الشابة ريم كبار البالغة من العمر 26 عاما، والتي رحلت تاركة حزنا في نفوس أهلها ومحبيها بحادث سير مروع عند مفرق رأس بعلبك. توفيت ابنة الفاكهة بين يدي خطيبها عمر العيط، لتتحول نزهة العيد إلى مأساة. عروس وراحت على الجنة، الله يرحمك يا ريم. الحمد لله رب العالمين على كل شيء. عمر الذي لا يزال تحت وقع الصدمة يروي لتلفزيون مستقبل بصعوبة ما حدث معه ومع خطيبته. كنت ماشي على الطريق سرعة 60، لون أبيض بنص الطريق، فتح الباب نزل منه الشوفير، هربت باتجاه الطريق التراب، يعني جاي سيارة من تحت كمان بسرعة خيالية، ضربت ويبوز الرانج وغير اتجاه الرانج من التراب لعمود كهرباء كان بالطريق، وبعدها نزلت على الأرض. بس نزلت لريم على الأرض، وصل جيت للدرك فيه شوفير حد منه ملازم أول، حمل تليفون بس يصورنا، ما قرب ولا حكى ولا كلمة. أنا طلبت صليب الأحمر وأنا طلبت أهلي، لحتى وصل فان في ركاب نزلوا هني صاروا الأسعفون هني أخذنا على المستشفى، بس كانت ريم بين إيدي خالص. أنا قلت لهم إنه خالص عندي كسورة بمناخيري وكسر بإيدي وعيني فيها جرح كبير، يعني وتردرت كل جسمي. منسقة قطاعي الكشاف والاغتراب عن البقاع الشمالي في تيار المستقبل نشر لها الرئيس سعد الحريري صورة عبر حسابه على تويتر، وغرد قائلا: إلى جنة الخلد يا عروسة تيار المستقبل ريم صلاح كبار، كنا بانتظارك في مؤتمرنا العام الذي سيولي شبابنا وتطلعاتهم الأولوية، ولكن لا اعتراض على مشيئة الله. أضاف الرئيس الحريري: العزاء كبير والحزن عميق، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يلهم أهلها وأحبتها
ورفاقها الصبر والسلوان. من جهته الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري غرد قائلا: رحم الله ريم كبار التي فقدها تيار المستقبل، راجيا من الله سبحانه وتعالى أن يلهم أهلها الصبر والسلوان. أصحاب ريم عبروا على مواقع التواصل الاجتماعي عن حزنهم برحيلها مدونين لها عبارات مؤثرة، فيما رفع خطيبها عمر هذه اليافطة وهو يدرك أن شمسه قد غابت إلى الأبد ولا يبقى إلا ذكريات حلوة. بعد الفاصل تتابعون. السعودية تطالب مجلس الأمن بوضع حد لتدخل إيران في اليمن. أهلا بكم من جديد. في سوريا تواصل القصف الجوي الروسي والنظامي على مدن وبلدات عدة في خروق جديدة للهدنة المعلنة، في وقت أعلنت القوات الروسية بدء النظام سحب الأسلحة تدريجيا من طريق الكاستيلو في حلب. على الرغم من تمديد الهدنة في سوريا، تواصل القصف على مناطق عدة، حيث استهدفت مدينة الميادن في ريف محافظة دير الزور ببضع غارات خلفت العشرات بين قتيل وجريح في صفوف المدنيين. وفي حلب شنت طائرات النظام غارات استهدفت عدة قرى والطريق المؤدي إلى غازي عنتاب، كما استهدف حزب الله بالمدفعية قرية المرحمية في ريف حلب الجنوبي. في وقت عبرت 20 شاحنة محملة بمساعدات إنسانية من الأمم المتحدة الحدود التركية وتنتظر في منطقة عازلة بين تركيا وسوريا لتتجه بعدها إلى شرق حلب. وأعرب منسق الشؤون الإنسانية في سوريا يان إيغلاند عن أمله في أن توزع المساعدات يوم الجمعة في الأحياء المحاصرة الخاضعة لسيطرة المعارضة في شرق حلب. وفي موقف لافت اعتبرت موسكو أن العمليات الأمريكية في سوريا تعقد الحرب على الإرهاب، مؤكدة أن طيران النظام والطيران الروسي علق عمليات قصف مواقع المعارضة بسوريا، بينما أعلن الجيش الروسي بدء انسحاب جنود النظام من طريق الكاستيلو المؤدي إلى حلب. إلى ذلك طالب الائتلاف الوطني السوري المعارض إخلاء طريق الكاستيلو من النظام وروسيا، منتقدا المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا بعد طلبه إذن النظام لإدخال المساعدات إلى حلب. وقعت الخارجية الروسية عقد جولة جديدة من مفاوضات التسوية السورية نهاية الشهر الجاري. بعد الاتفاق الأمريكي الروسي على تمديد الهدنة في سوريا ليومين، توقع نائب وزير الخارجية الروسية جينادي جاتيلوف عقد جولة جديدة من المحادثات بين النظام والمعارضة نهاية الشهر الجاري. وأعرب الدبلوماسي الروسي عن أمله بأن تتخلى المعارضة السورية مع حلول ذلك الموعد عن مطالبتها برحيل الأسد تمهيدا لمفاوضات مباشرة. في هذه الأثناء بحث رئيس الأركان الروسية فاليري جيراسيموف في اجتماع مغلق في أنقرة مع نظيره التركي خلوصي أكار، بحث في فرص تسوية الأزمة السورية والتعاون التقني العسكري المشترك وسبل تطويره. عملانيا بدت خطوة النظام السوري بإدخال شاحنات مساعدات محدودة إلى المناطق المحاصرة بمثابة محاولة لقطع الطريق على استمرار مطالبة المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا حكومة النظام السماح بإدخال المساعدات فورا. في وقت حدد دي مستورا في مؤتمره الصحفي في جنيف موعد جلسة خاصة لمجلس الأمن في شأن سوريا الأسبوع المقبل، موضحا أنه بمجرد فك الارتباط ستكون هناك نقاط تفتيش خاصة للسماح بمرور قوافل الأمم المتحدة من دون عوائق. بدورها أعلنت وزارة الدفاع الروسي تنفيذ التزاماتها في شأن الهدنة بسوريا، متهمة واشنطن بمحاولة إخفاء عدم تنفيذها التزاماتها، فيما كان نائب وزير الخارجية الإيرانية حسين جابر أنصاري يعلن من موسكو أن بلاده تأمل بأن تلتزم واشنطن بمحاربة الإرهاب في سوريا خلال هذه الهدنة.
طلبت المملكة العربية السعودية من مجلس الأمن وضع حد لتهريب الأسلحة الإيرانية للميليشيات في اليمن، مؤكدة حقها باتخاذ كل التدابير لمواجهة تهديد الإنقلابيين وحماية حدودها بما يتوافق والقوانين الدولية. وأوضح السفير السعودي في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي أن المملكة ضحية لجرائم واعتداءات ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح. ميدانيا أعلن اللواء الركن أحمد عسيري أن القتل من الميليشيات على الحدود السعودية يوميا بالعشرات، في وقت تمكن الجيش اليمني والمقاومة الشعبية من تحقيق تقدم جديد على جبهة ضباب قرب التعز بإحكام السيطرة على قرية الجبالي التي شهدت معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح التي كانت قد تسللت إليها. والآن تذكير بالعناوين. And the special coordinator expressed their deepening concern over the 27-month vacancy in the presidency of Lebanon. الدول الكبرى تدعم لبنان واستقراره وتطالب برئيس للجمهورية. الحريري السعودية حامية الاعتدال وإيران حاضنة الإرهاب. النظام السوري يواصل خرق الهدنة الهشة ويسمح بإدخال 20 شاحنة مساعدات إلى حلب. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.